وحلوة بغداد بالقلب حبها يزداد منها ومثلها لا مين عاد حلوة بغداد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم برنامج كلام الناس. اليوم حلقتنا فنية إنسانية وجمالية مناطقنا الحبيبة في بغداد. اليوم احنا راح نزور دار أيتام البنات للكبار في الأعظمية، سبق وإن زرناهم ووعدناهم. اليوم احنا راح نوفي بوعدنا مثل ما هم طلبوا، رادونا نزورهم مرة ثانية راح نزورهم، وراح يكون برفقتنا نجمنا العربي الراقي المليوني. يا حبيب قلب انت استاذ علي، الله يخليك، كل عام انت بخير، وكل عام وكل شعبنا بألف خير، وان شاء الله يا رب يعمل الامن والامان على بلدنا الحبيب، وان شاء الله تكون حلقه جميله وممتعه ونقدر نفرح هاي الناس الطيبه دي. بس انا اتوقع اليوم راح نشتاق قلبك، ترى كل شيء اليوم راح ناخذك للدار، يمكن شوية ازدحامات جاهز أكيد، وبعدين هناك تدري نريد نفرحهم، أنت تدلل وهم يدللون، المشاهدين هم يدللون. مبروك على النجاح اللي قاعد تسوي. الحمد لله والشكر، أول شيء الله يبارك بيك، وهذه ثمرة كل تعب، ويقول لكل مجتهد نصيب، وهذا نصيبي اللي حصلت أنا يعني من بعد تعب ومعاناة ومحاربة وكل شيء. أنت تدري قاعدتك الجماهيرية برا كلش كبيرة. الحمد يعني لله شكرا. ما شاء الله أنت بالخليج من الأرقام الأولى. الحمد لله. وإحنا اليوم نلتقي بنجم مليوني. الحمد كل لله. كل أغانية. يا حبيبي. واحدة من أغانيك وصلت 100 مليون. إيه 106 مليون 105 مليون أغنية دمار، والباقي الأغاني هم محقق أرقام حلوة، وهذا كله توفيق من الله. أستاذ حمزة، احنا سمعنا من عندك تقول انا جاهز اليوم، جاهز. ويمكن اليوم رحلتنا راح تبقى لليل، ممكن الباشر ما ندري، بس ما المهم نطلع بحلقة حلوة اكيد. يلا نتوكل على الله. نتوكل. وما كمل الباقي لين ما اريد ازيد على همي، لا تصورني عايش وانت مو يمي، لين مو انت اللي تقول كرهت اسمي. هلا بيكم، نورتوا. هلا بست مها، يعني وسهلا، نورت. مشتاقين والله، مشتاقين لك هواي. شو طولت الغيبه، بنات بانتظارك. والله انت بخير، وانت بخير، عيد سعيد عليكم ان شاء الله يا ربي، يا عيني. ينعاد عليكم بالصحه والسلامه، الله والعوده ان شاء الله وياك ان شاء الله. الله يخليك. شلونكم اخباركم؟ الحمد لله، انت شلونك؟ نورتونا. احنا مشتاقين كلش هواي والله. احنا نفس الشيء. شنو الاخبار الدار مالتكم؟ شلون اخبار خواتنا؟ الحمد لله، الحمد لله قبل بخير. كل شيء سجى اللي رجعت لاهلها، متواصلين وياها؟ اي بخير، ذاك الاسبوع حكيت وياها. شنو اخبارها؟ الحمد لله، رجعوها للمدرسه، وهسه دا يمشون باوراقها، يريدون تدري بعد لازم تاخذ حقوقها مال اهلها كشهداء، وهمينه يمشون امورهم، لا على تواصل دائم وياها الحمد لله. نريد نشوف خواتنا. ايه هم دي ينتظروك. ها يلا لا على وين؟ شو ما دي قال ترى احنا محضرين مفاجأة. صدق؟ ايه محضريها مفاجأة. شانج اخبارك؟ مرحبا ست. شلونك اخبارك؟ كل عام وانت بخير. وانت بخير. سعيد. شلونك اخبارك؟ صحة والسلامة ان شاء الله يا ربي. تجدد اللقاء مرة ثانية. اي اهلا وسهلا. انتوا ما شاء الله عليكم صايرين حلوين. ايوه هيك حلوة. شلونك؟ نفس الديزاين، نفس الحركة ونفس العلاقة. ها؟ ما تتغير. صار ايش قد على لقائنا؟ صار لي تقريبا سنة. سنة؟ اي تقريبا. بعد ايش سمعين حمزه المحمداوي؟ سمعت اغنيته الجديده؟ سمعتها. هي
مو دفتر حياتي. ما دفتر حياتي. تمام، شلونكم يا بنات؟ هلا هلا هلا. شلونكم؟ السلام عليكم. اهلا. ما شاء الله ما شاء الله. وعين. شلونكم؟ شلونك؟ زينه. كل عام وانتم بخير؟ انت بألف خير. شنو الاخبار؟ زينه الحمد لله. ما شاء الله عليك. شلون الدراسه؟ زينه. ذكري المشاهدين باسمك. شهد. شهود الورده. اهلا اهلا. هذا ثالث لقاء نسوي. مو صحيح؟ صح. هسه بيا صبصرتي. خامس. سباعيه. شلونك؟ زينه الحمد لله. اخبارك؟ الحمد لله. بيا صبصرتي؟ ثاني متوسط. عاشت ايدك. شاطره لو؟ زين. ها؟ اكو. ها؟ اهلا. شلونك؟ زينه. ما تعرفنا على الاخت؟ عبير كانت موجوده. ما كنت موجوده. شلونك عبير؟ زينه الحمد لله. صار لك قد هنا؟ صار لي اربعة صار لي 8 اشهر. 8 اشهر. كنتي قبلها بدار الزهور؟ اي. مال البنات الصغار؟ اي، مال العلوية. مال العلوية. متواصلة ويا اهلك؟ نعم. اي متواصلة. عندك يعني؟ منو عندك؟ عمي. والدك والدتك؟ ابويا متوفي ووالدتي عارفتني. اهلا. شلونك؟ الحمد لله. زينة؟ شنو الاخبار؟ مو سجى؟ لا زينب. ها؟ زينب علي. زينب علي. تتواصلون ويا سجى؟ سمعتوا اخبارها؟ ها؟ زينة؟ شلونك انتي؟ الحمد لله. لحد الان ما تواصلتي ويا احد من اهلك؟ ما لقوا احد؟ اول لقاء. اول لقاء. احنا اول لقاء؟ وين اهلك بعد؟ موجودين؟ الميت امي. تتواصلين وياهم؟ صار ايش قد؟ صار ايش قد؟ تقريبا سنتين حيصير. ها. اي. ما عندها اهل لحد الان؟ لو ما تندلوهم لو؟ هسه هي تتذكر وين؟ قلت ان هم نطلع ندور عليهم ان شاء الله. من يا منطقه؟ حي طارق يمكن قالت. بغداد حي طارق. يعني صار ايش قد انت ما تندلين الاهل؟ هواي. جاي عمها مره زايرها وبعد ما يعني ممكن تقولين منطقتكم اهلك بلكي تكون سبب حتى يشوفوكم؟ لا هو بس المنطقه مالتنا. شنو هي منطقتكم؟ هو بحي طارق. ما عندك مسمسكات؟ شنو اسمك؟ زينب علي. زينب هي سميتوها لو اصلا اسمها؟ لا هي اسمها تعرف هي يعني مو صغيره جتي بس هي 13 فيعني قبل سنتين تتذكر تتذكر. اهلا سوكا. سوكا انت جتي قبل وكيحه وهاي هسه شنو الاخبار؟ زينه لو بعد هم ها؟ لا زينه. اوكي زينه سوكا حبابه حبابه. هاي هي همينه هم ضال الطريق تعتبر هم ما نعرف لها احد بكل هم اذا شافوها احد يتعرف عليها. السوكه هي مروه علي. مروه علي مياه منطقه مياه. شو مره يقولون من الموصل هم احداث الموصل على اساس اسمك شنو؟ نورس. اي سماها مروه علي. انا يعني اجتني اوراق القاضي انه هي مروه علي بعد ما اعرف. كمل. ماكو مسلسلات؟ لا 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 لا. صار ايش قد انت بتدور؟ صار كوما. يعني من قد عمرك جابوك؟ هي صغيره. انت ها يعني هي طفله طفله؟ ما تتذكرين اي شيء من كنت صغيره؟ امك ابوك؟ لا. بس هي احتمال من الموصل يعني. احتمال. احتمال. شلونك؟ انا صمم. مياتهم؟ لا بس هي. هاي قصتها هي صمو بكم. بالولادة عدها فالظاهر كانت جاية خديج يعني خدج فيمكن تخيله وماتت لأن كانت البيبية حسب قول الممرضة بالأوراق مرافقتها طلعوا الأم وظلت هي بالخدج وراها البيبية راحت بعد ما جتي ظلت المستشفى بعدين سلموها تدور الدولة. يا سنة ولادتها شقد والله يعني يعني ايش قد ولادة لميس؟ يعني تقريبا 13 اي 2011 من يوم بغداد؟ حي الحسين. هسه انا من جتني همينه من العلوية. الاسم الاسم بالبيان شنو؟ موجود اسمها كامل. الاب والهذا؟ اسم امها والهسه سالي خلي تطلع لنا اياه وعلوها همينه ساعدنا على البحث عنهم. يجوز ما يدرون انه عايشه اصلا. بالضبط. انه يعني لين حسب قول الممرضه سالي؟ اي سالي. مرحبا سالي. شلونك؟ كل عام وانت بخير. وانت بخير تسلم. نريد المستمسكات والاوليات. طلعي لي اخبارتها.
فيا ريت يعني هاي همينه بلكت يشوفوها يتوقعون ماتت ويا لان القصه شويه بيها غرابه. زين شلون تتواصل وياهم وهي ما تقدر تحكي ويا البنات؟ مو كانت معهد مال صمومكم على الاشاره وعندها سماعه تفتهم يعني. يا بنات ترى هذه معاملتها خاصه واختكم لازم تهتمون بها دائما تمام. هي منو اقرب شيء لها دائما؟ هي هسه نجتني فشويه كل الصعبه تعودت على الوضع، عافت المربيه مالتها اللي كانت بربيتها بالعلويه فمن جتي ويا الوجبه مرات تبكي ومرات احنا بنات محتضنيها والله الحمد لله حبابه. اي هي ما تحكي نهائيا؟ لا تسمع. عرفتي منو؟ منو منو؟ منو منو؟ لا استاذ علي يطلع بالشرقيه. تسمع تسمعين؟ اي تسمعيني؟ اسمع شويه. شنو اسمك؟ اسمك قولي اسمك. اي اسمك؟ لميس. لميس؟ لميس. 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 يعني هي سمعها ثقيل. سمعها هي مو لان داخله معهد يعني مال صمومكم تابع هم للاحتياجات. وهسه نجحت الحمد لله المرحلة الرابعة. تمام. واخذنا هنا. هاي رقية. تعالي رقية. شلونك؟ زينة؟ رقية جديدة؟ هم كانت بالعلوية وظالت الطريق من كربلاء. من كربلاء جاية بقرار قاضي. تعالنا نايم نسيت حتى يشوفوك الناس. جاية من كربلاء قرار قاضي. فهي تعرف اسمها الكامل وحتى يمكن إذا نروح الكربلاء تندل مكان سكناها وين. لان هي بين الحرمين الظاهر متيهتها امها او فد موضوع معين لان هي كل مره هم دا تقول لنا فد قصه. شلونك حبيبتي؟ ليش تبكين؟ شلونك؟ شو اسمك انتي؟ رقية. رقية تذكرين شلون رحتي من يم اهلك؟ شلون رحتي؟ تعي قاعدي هنا حتى بلكت يشوفوك يجون ياخذوك منا بعد لا تبكين. احنا هنا التقينا بناس قبلش ظلوا يبكون لين طلعوا فانت راح تبقين هنا يم خواتك وامهاتك هنا وانا اخوك. يعني هسه صارت موافقه تطلع كربلاء؟ راح تروحين كربلاء ان شاء الله تندلين بلكت بالضبط هو هناك استعين. خلينا نسمع من عندها شلون اجيتي من كربلاء؟ جيت ويا امي. جيت ويا امي؟ اي بيبي اصلا تكرهني. اي ترى انا بليت ترى انا امي بعدين امي قالت لي وحش تري ليش بعدين راحت مع النار شعبت قلت انا وحدي. هاي امتى؟ هي بالليل. ايش قد كان عمرك؟ ما اعرف. قبل كم سنه؟ ما ادري. زين هي قبل هذا الدار وين كانت؟ هي من كربلاء. من كربلاء جابوها للمشردات. احنا اعمار بالمشردات مثلا قد بقت بالمشردات ما طولت بعدين حولوها للعلويه. ايش قد بقت بالعلويه؟ مو هوايه. هاي السنه الثانيه هي يمكن هي ببغداد. يعني هي صار سنتين ما تعرف اهلها وين. لا هي تدري كربلاء ولا مستمسكات ولا هاي ولا. زين شنو اسمك؟ رقية. رقية شنو؟ راح بيا منطقه بكربلاء؟ ما تعرفين انت من كربلاء مو؟ عندك اخوان؟ اي شو اسم اخوانك؟ بس اخوي سلطان. سلطان؟ وبابا شو اسمه؟ رعد. رعد. وين ابوك؟ بالبيت بس ما يدرون وين. عسى ولعل ان احنا نكون سبب اهلها يندلوها في كربلاء اذا كان امها هي عندها اخ تقول اسمه سلطان قبل سنتين او ثلاثه بين الحرمين مو بين حرمين طالعه انت وامك وبيبيتك؟ انت وامك. أمش قالت لك شوي واجي لو ما تدرين بيها. لا ما ادري راحت. ومنو بعدين اخذت منها؟ الشرطه. وين ودوك؟ للسجن المشردات. وبعدين؟ المشردات العلويه. بس انا ما ادري ايش تبكي، ايش تكوني سباعيه؟ لان انت شاطره وخوش بنيه حلوه ها؟ ان شاء الله اهلك يشوفوك ويجون ياخذوك. واحنا اليوم هنا جينا نسلم عليكم جايبيك هديه حلوه وبعد يومين نتواصل. تمام احنا ننتقل لمكان ثاني بلخ نشوف ست غاده شنو صار هنا يومكم. هسه هذا عندنا قرار قاضي. قرار قاضي مال منو؟ دخول لميس. مالت لميس. وينها لميس؟ الطفوله. هاي صمبكم. تعالي لميس. هاي الطفوله. نعم لميس تعالي. أول دخولها كان شوية ست ما هناك.
على القفول يعني. تعي هنا أنا يمي لميس، هنا أنا أمر قاضي. ست غادة ممكن تشرحي لنا؟ هذا قرار إيداعها بالطفولة بالصالحية، يعني من كانت هي صغيرة موديها هناك من 2012. وراها من تكبر طبعا هاي تقارير مال بحث تتحول، من يصير عمرها 6 سنوات تتحول إلى دار العلوية بالكرادة مجاور الجوازات. من يصير عمرها 13 سنة جت يمنا. يعني هنا قصة لميس شوية غريبة مثل ما قالت أستاذة مها. هنا هي كانت بالمستشفى ومن المستشفى بقت وحدها، فما يعرفون ان اهلها عبالهم توفت او 2013 كانت اكو احداث بالبلد شويه، لان الممرضه اللي انطت الافاده وظلت 40 يوم بالمستشفى يداروها قايلين لها البيبي انت ليش مقابلتها، يعني هي انتهت موات الطفله. فربك انت تشاء وانا اشاء، والله يفعل ما يشاء، البنيه عاشت. فاعتقد اغلب ظني انه الصوره وانه توفت وشون القدر اللي صار لهم ومنعهم انه يتواصلون وياهم. تمام، واحنا هم عندنا زيارات اخرى نحكي بالتفصيل. احنا اليوم نريد نفرح بيكم يا جماعه، جينا نسلم عليكم ها وبنجاحكم. يا هلا بيك، تنور. الله يخليك. ننتقل لمكان ثاني. يلا ان شاء الله. ها ست غاده، منو رقيه؟ هاي رقيه ام الكامله. قشطه قشطه. اي تعالي رقيه. رقيه ست غاده، سمعتي شو تسميك؟ القشطة. قشطة هي سهلة قشطة. احكي لنا عنها رقية، اللي هي بكربلة فقدت أهلها. 2022 هاي موافقة. بس هي قبلها كانت بالمشردات وبدور أخرى. هي مو هم من لقوها حولوها رأسا علينا. هاي حولوها للعلوية. ايش قد كان عمرها تقريبا؟ هي بال 22 كنية ضايعة من أهلها، قبل سنتين. قبل سنتين يعني. يعني 10 11 سنة. 11 سنة. أي يعني هسه اللي يشوفه يتذكر. هي سنة واحدة ظلت بالعلوية. أيوه هسه يمنه. يلا يا جماعة. إن شاء الله. ست مها تقول ننتقل لمكان ثاني هناك نروح نقعد، مو صحيح؟ يلا. يلا ست غادة. حمزة احنا اتفقنا نجي هنا. هذا من يمتى متفقين عليه؟ من زمان. سنة ابو؟ ايه والله. مشاهدين الكرام اعرفكم على روني. روني عازف مبدع ووردة. علاوي جميل. جميل فعلا علاوي. علاوي سباق بكل شيء، يعني اول الناس هو اللي يعني بادر قبلي صراحة، يعني من اقول له انه حفلة هيك انسانية، حفلة مفرح ايتام او يعني بكل شيء بيه انسانيه علاوي يبادر يعني صراحة. وانت كذلك صراحه الحمد لله. يعني احنا مجرد طلعت الحلقه انت ما شاء الله هذا كله شغل البنات ما شاء الله اللي هم عايشين بهذا الدار ما شاء الله. شغل يجنن. احنا نريد نغني ونخليهم يدخلون، هم ما يدرون لحد الان. ايش نحضر اغنيه؟ انت شنو دفتر حياتي؟ كيفك؟ كله فرحي. فرح مو تعرف اجواء عيد وهذا احنا لازم. واحدة من البنات طلبة اغنية دفتر حياتي او كلام العاشقين. بعد انت ابو العشق. حبيبي يا جماعة زينب تريد نجيب لها هنا فنان، اقول لهم من هو؟ اقولهم؟ قولي. لان تحب اغانيه اللي هو اسمه محمد حمزه المحمد. دفتر حياتي. مسويت شيء مفاجئ. مفاجئ. شعور عبرني مرحلة الغرور، حبنا حيل حب ثقيل متونس وزين الامور، جذبني عجبني ملكني اخذني العالم حبيبي ملاك يدي تنزل لي نسيمة شسور وحب حضرة حبيبي مغرمة ضرور بحب ما كمل حياتي القادمة ونرسم بعيوني شكله هو هذا الماكو مثله
يسوى هذا كون وغله حضرت حبيب الروح راح اسول حبنا حفله بالمشاعر رات رفله وابقى حبه عمري كله لاخر نفس بالروح بقد كلام العاشقين ولفت حنين المغرمين حب له ما ينتهي شما مرت ايام وسني الهي احب اريد اعشقه وروح بيه رهم لفهم جبرني انجن عليه سعادة قلب ضحكت وفرحتي من نديه ابيع الدنيا وكل العالم واشتري. يلا صفقوا لي. احنا قبل شنو قلتي؟ دفتر حياتي. زين احنا وفينا بعدنا لو لا؟ ها؟ بعد تردون نجيب منو يا مطرب؟ انت قلتي لي قبل مو؟ وراح مريم. رحمه. زين هسه شنو تسمعون من حمزه بعد؟ شو تسمعون يا غنية؟ شنو؟ اخذ دفتر حياتي واكتب اللي تريد ورقة بيضة لتخلي واملي عمر الجديد انت اجمل انت اجمل اشيائي ما تقدم وتبقى جديد ابد ما يخلص غرامي احبك احبك وعيد مغمض مغمض وراك وتيهني هواك ما كمل بلاك ردتك ردتك حبيب وروحي قريب وبدونك غريباني للمرة المليون أحبك يا عيني ماكو شي بالدنيا عنك يلهيني لو جايك بهمي انت تنسيني موتني حبك وحبك يلا وللمرة المليون أحبك يا عيني ماكو شي بالدنيا عنك يلهيني لو جايك بهمي انت تنسيني موتني حبك وحبك يحييني. يابا خلي يرتاح خلي رأسين تقول يا أغنية رأسين أي أغنية أكو بنات يقولون أنت سري يا أغنية أنت سري يلا يلا حافظينها يلا يلا تعالي تعالي هنا فاديز يلا تعالي هنا وجهك صلاة على النبي جنن سبحان بيك شلون متفنن عايف وطنكم بي حبيبي 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 لو انت سري انكشف سري خينا احبك يا بعد يمتى حضنك مو خلاص صبري حبيبي حبيبي انت نازل من يا كوكب دمك روحك كلش تنحب الله بلاني حبك عماني راح غرامك لك لو اتعب شاد الحب فدو على كيفك يوقف ينبض قلبي بكيفك يلي انت حلمي هس انت يمي وانا لا فرح جنت بطيفك وجهك ضحكتك تنكتب وصفك لهذا من اشوفك كل جرح قلبي قلبه عشيق ما ينتهي ويطفي حبيبي حبيبي منيم نواني فرحة تمليني ذبلان اجيك بشبقة
تحيني بعالم وحدنا هناك وديني حبيبي حبيبي ساعة يقعد يم عيونك يتعود ما يقدر دونك والحبة كدمة أنا عقل المن هني علي أتسمى مجنونك كل شبالو من لاقيتك وجهك عطرك لو حنيتك حسنت يمي هد انت حلمي وانا لا فرحك انت بطيفك الله. يا جماعة ترى احنا اليوم هنا موجودين لعدة أسباب. السبب الرئيسي لأن هم قالوا احنا نريد نشوف حمزة، والسبب الآخر ان هذول بنات مجتهدات، بنات مؤدبات محترمات، تربوا بطريقة صحيحة من خلال أمهات، ست مها، أستاذة غادة، طاقم التدريسي، كل الإخوان، إن أنا الرعاية والاهتمام. الحلو بالموضوع إن أكو ناس حصلت إعفاء، ناس مؤهلة بالجامعة، الشغل اللي هذا اللي ورا كله من إيديهم، ها، فمبدعين ما شاء الله. احنا وصلنا الهدايا، بس اللي تغني انطيها اول هدية، بس مو بواحد تغني ويانا. اوكي ها وين نرجس؟ خجولين خجولين. اي زين، احنا هسه بعد راح نعطيكم بس اغنية واحدة حتى ما نتعبه. يا اغنية. لا عادي، تعبهم راحة والله. يا اغنية نغني. يلا اغنية. امال من ها؟ ما قصرت؟ هو بكيفه. يلا مي علاوي هاج حبيبتي. سوكه عمرون امر. عفوا، احنا جيناكم حتى نقولكم الشرقيه دائما وياكم، والشرقيه تسلم عليكم وتقولكم انتم اولادنا ورمقوا وياكم ان شاء الله كل لحظه. خلي ساعدني حمزه. ما قصرت ما كفت شي بي ما سويت اللي قدامك واي اذيت عفيات درب الشام عفيت وشت فسرة تجرح روح وتقرى سهر عين تدمر شت فسرة تغلط والغلطة تكرر وصلت وياك الآخرة مشكور ما قصرت أذيتني وبدعت وخليتني ندم والغلط مني أعتقد أنا اللي جبتي الوعد الإنسان ما يشتم وشت بسرة تجرح روح وتقرى سهر عين دمورة اتندمت ضيعت روحي لين حبيتك ما عرفت اختار واختاريتك انا اسف القلب سميتك وتذكرني راح تحس بفارقني لما تشتاق لحظي وتذكرني من ما تلقى لي شبيني تعرف نفسك خاسرني مصدوم بيك وصعب
ترجع حبيب القلب عشفته من عنده هيات ما نرجع سوى ما دام شي من الهوى ما موت من بعدك وست بسره تجرح روح وتقرى صغر عيني دمورة. تريد تقولي شي ست ما؟ احنا ذا يجون يمنا نعطيهم اخر سلام حتى نروح. يلا. مسوي لنا غدا؟ تعي قل لك تعي. منو طبخ اليوم؟ هدى. هدى انت ما طبختي شيء؟ ها؟ شنو شنو شنو؟ هي بعدها معدله طبعا هي الا هي تشيل المواعين. ها؟ شو مسوي لنا غدا؟ ها؟ كبوب وتيتا. كبوب وتيتا. شنو؟ دجاج. احنا ننتقل الى احنا كان المفروض هسه نطلع نتغدى مكان برا بصراحه. متفقين؟ بس اكيد القعده وياهم ابرك واحلى. اكيد اكيد. وما تنسي وجربتها. اكيد والله. لها طعم مختلف زياره هنا خواتنا. فننتقل ننتقل بس اللي ما يتغدى ويانا احنا ما نتغدى. ها يلا يلا يا جماعة حبيت أقول لكم مشكورين وأبو جود عنده مفاجأة هيك صغيرونة للخواتنا مناسبة تخرجكم فحبينا نسوي لكم حفلة تخرج نجهز لكم القاعة ونجهز لكم الفرقة وأنتم تختارون الفنانين اللي أنتم تردوهم وتقلونا حتى نجيبهم لكم وإن شاء الله تكون حفلة تليق بكم وتدللون والله تدللون يلا نتغدى يلا بسم الله يلا نقول يا الله حمزة شلون التجربة اللي شفتها بدار الأيتام؟ علاوي يعني قلت لك أنا بالنسبة للشعور يعني بهيجي ناس إنه من شابعين قهر شايفين الضيم شايف يعني هم ربع الأشياء اللي عايشين إحنا هم عايشينها ترى. الفاقد أب أنا فاقد أب الفقر أنا عشت بالفقر هواي أشياء هم عايشينها أنا عشتها وشايفها يعني مرات أكو أوقات إنه أنا أحتاج أبوي أحتاج أخ أحتاج صديق أنا ما يعني هسا مثلاً أبوي ماكو عندي ملجأ أم أوكي عندي أخ عندي صديق يعني أنا أقول يعني هاي الناس يعني وين تروح من تحتاج شيء مثلا تريد سند تريد اي شيء وين يلقونهم بس شفتهم يعني ايش قد مؤدبين وايش قد راقيين يعني ما شاء الله هواي هواي من الامور اللي هم عايشيها احنا هم عشناها صح بس دائما الامور الانسانيه بصراحه لها طعم ولها نكهه اكيد تختلف اكيد يعني ايش قد واحد يروح مكان حلو
يسافر بدولة، يروح لفد مهرجان، يروح لفد برنامج. صح. بس الموضوع الإنساني لما تأخذ صدق المشاعر، أنا شفتهم حافظين كل أغانيك. صراحة ما غنيت أنا، أقول أول كلمة من الأغنية هم يكملوها. ويعني علاوي شعور حلو من أطفال حافظين أغانيك و ويغنوها. أنا صفوانت أنت خاصة أغانيك كلها العلاقة. لا كلها، والأغاني الحب، الأغاني الوطنية، الأغاني يعني كل الأغاني حافظيها، وهذا شعور حلو. يعني كل إنسان مخلف الطموح بباله يوصل له. أوكي، أنا طموحي أنه أوقف على المسرح اللي يوقف عليه مثلا أستاذنا وحبيبنا وقدوتنا كاظم الساهر، ماجد المهندس، ثق بالله علاه. وأنا انغنيت عن هذا، يعني اكتفيت بهذا الحفلة اللي سويتها لهم. يا سلام، قسم بالله يعني عشت هذا الشعور انه اني غنى ماجد وكاظم واني وراهم صعدت غنيت. لانك انت التمست مشاعر ايتام حقيقية. صح، ومحبة صادقة، وتشوف انه متفاعلين وياك. رأيك الوصول للناس بهالشكل، اكو سر معين انت عرفته بحيث توصل لكل هاي الناس؟ لأن يعني انت ما شاء الله برا بالخليج بالوطن العربي يسمعون اغانيك، يحبون صوتك، يحبون، يعني هذا شيء كلش حلو. انت برايك هذه سرعه الوصول وهذا حجم الانتشار، شلون واحد يقدر؟ علاوي اني اني اشوفها كل ما اصفن اقول هذه ثمره تعبي، ثمره محاربتي، ثمره هواي تعبت، هواي عانيت، هواي صارت لأشياء بحياتي، هواي عرقلات بحياتي. أنا أقول الله عوضني بهذا الشيء. مرات أشتكي لصورتك، بس صورتك ما تجاوب عندي، ويا فقدك معركة، والوحدة باقي حروب. عودتني وعلمتني يوميا نحكي احنا سوا دنية الليل ومختينك حيل يا هوى انا بعزة هوى. احنا جينا من الشجرة، وقبل لا نبدي التصوير قلت والله قديمة ايام الشجرة يدقون احرف. اي وهاي صدق داقين احرف. اي ام واف. ها انت داق حرف؟ اي صحيح؟ والله سبعة. بس لا تبدل وتقول مجود. ها؟ راح تبدل وتقول مجود. لا لا اكيد، مو احنا جينا انا وياها هنا و معك فايدة. غير مجود هم داق حرف احد؟ ما اعرف والله، ما اتذكر. والله تسوي لنا مشاكل. يعني لازم واحد يحب. اكيد. يعني لو هاي اول حب. ها؟ اول حب تريد توقف انت بمكان عالي وانا بمكان ناصي، هيك هسه احنا متساويين. خلينا نحكي عن الاخير. احاول قدر الامكان. اي رهيبه. انت حلو اللي سويته ان انت ما يعني تابع للشركه او لشخص، انت تنتج وانت اللي. اكيد. اي اغنيه يعني من زمان احنا منفذيها، بس اجى وقتها. بس حلوة. لا الحمد لله. وهسه قاعد اشوف منتشرة. اي اي اي. نغنيها انا وياك علاوي؟ يلا. علاوي. يلا علاوي تعال شرفنا. احنا نقول لك علاوي، علي روني الوردة. خليك بالنص علاوي. تعال هنا علي. تعال هنا. مو عمر اطلع اطول واحد خليك. نعم صرت انت اطول. احاول قدر الامكان أعرف غيرك إنسان، والقى بالي كل يمك، شو أسوي ما كن سيان، واصل بي الدمان، ناس اسمي وحافظ اسمك، طلعت ما اقدر بلياك، لسه بالو قلبي وياك، هاي هي مو بدي، ما كتب لي ربك
انساك من غيابك حالي يا حال، والليالي بعدك طوال، وبصف انتي يمشي وقتي ما تحرك مثل تمثال. يا سلام عليك. سلام عليك. هاي صوتك. طبعا شوية الصوت تعبان. تدري التغيير تغيير مال الجو والتدفئة اللي كنا بيها وهسه صار تكييف. من الجو والله شوية كلش جاي يأذيني عن داوي. حر حر. ما بيدنا غير نقول الحمد لله والشكر. الحمد لله. أي. بس علي هنا أنا يعني صديق أوراس. اي وانت تحب أوراس. اي حبيبي أوراس. واحنا كلنا نحب أوراس. اي مو صحيح؟ شلون أوراس؟ أوراس فنيا شخصيا ندري كل تمام عندنا لقاء يا قريب. أوراس الكل يحبه تعرفه فنان مبدع وصوته حلو احساسه حلو خفيف الظل بالحقيقه وبالتلفزيون. ايه بدنا نسوي شغله هسه ان شاء الله بلكت اي هاي هاي هي هاي انطونا هيك اشياء صدق يعني شيء حلو. انت نجحت ويا علي جاسم الحمد لله. متاكد راح تنجح ويا اوراس اكيد لان اثنيناتكم راقين واوراس تدري يعني اكيد مطرب. انا هوايه العالم يقولون انت تحب اوراس وكل لقاء تحكي وكل لقاء تقول اوراس هيك ليش ما عندكم ديو. يا قلت لهم والله احنا يعني طارحين الفكره بس احنا جايين نحضر انه من ناس دين اوراس وحمزه ما نريد ننزل بشيء يعني اذا مو بالليفل العالي انه يعني نحضر بالاوديو يكون بالمستوى المطلوب. اوراس صعب بالاختيار؟ ما تعامل بعدني يعني ويا اوراس انا اقول لك صعب كلش. اي انا مشغل تقريبا 10 12 اغنيه مشتغل انا ويا اوراس يعني صعب يختار اغنيه لازم الا هو يحبها بالبدايه قبل حتى لو مثلا تقول هالاغنيه ضاربه وحتكسر الدنيا اذا هو ما حبها ما ياخذها الا هو يحبها ويبكي عليها ويجي والاشياء يلا يلا غني خلينا نغني له شيء غني له خلاص يلا انا من قلبي بعدتك يلا شقد حلوه هاي الاغنيه انا من قلبي بعدتك تدري ليش مولين ناسيك لو قلل عشيك قلبي بيتك وانت عايش دوم بي من بعدتك مولين حتى افترق احترق قلبي زين ما كنت انتبي احترق قلبي زين ما كنت انتبي للوبي كنت لازم تحتيرك تحتيرك. يا سلام عاش صوتك وعاشة أناملك وتحياتنا لأوراس. طبعا أوراس ستار حبيب القلب. أوراس ستار هو أول مطرب يمكن هاي الأغنية هي بالذات أيه. هو صورها في بغداد في الزوراء أيه. أول مطرب بعد 2005 أوراس ستار صور أغنية يعني طريقة فيديو كليب وكسر صح. هذا الحاجز يعني كانوا كلهم يصورون برا صح فكان هو شجاع واتخذ أيه. قرار إن أنا قال لا أصور في بلدي اي او واللون الريفي مثلا انا طبعا دائما اتمنى من كل فنانين من يطلع خاصه انتم الناس اللي يعرفوكم العرب واللي يسمعوا لكم اتمنى دائما بكل لقاء بكل شيء نغني اللون العراقي أكيد. اللي هو شنو التراثي الريفي الريفي حتى نذكر الناس بيها اي لا تدري. انا من عشاق اللون الريفي يعني نسمع شيء نسمع شي ريفي ريفي شوية الصوت أنا ما يساعد تمام يا ويلي يا ويلا يا بدواي 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 بديت
بديت وما عرفت شلون بدواي 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 عليل وتاهت العربان بدواي إذا أنت الطبيب تعريف بدواي الحقني بالشفة قبل المنية لو ملوم 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 المفارق حبيب شلون لوم سلام عليك يا سلام يا حبيبي عاي صوتك حبيبي والله تغني حلو ما شاء الله يا حبيب قلبي ذوق حلو احنا اليوم جايين تعبك قاعد نطلب هواي اغاني لا ناسبين والله بس تأمرون تدري فرحانين حبيبي والاجواء حبيبي. تساعد يا اخي انا معتبرها سفره اليوم يعني طالعين انه نتونس اكيد اكيد ونغير جو وانت يعني الصراحه لا وتونس يعني الله يخليك وخفيف والظل جبت يعني هذا اللقاء كله انه ضحك وفرفشه وهيك مرات تطلع له وهي مقدم انه جامد ارجع شويه ارد اشتكي لك على الحصل البيت عايش بدونك حاله نوعيه الدنيا حلوه وادري بيهاني من رحت على وش خربت الدنيا دمار دنيا من دونك حبيبي دمار دمار كاني كل بلا ضحكتك دمار وليش معاني الوفي وابو قلب العاطفي كل شي سويت لك بسهولة يختفي وليش معاني الوفي وابو قلب العاطفي كل شي سويت لك بسهولة يختفي دمار كلش حلو بغداد ها جنن تقبل وهسه احنا قاعد نفطر شفنا اشياء حلوه وتفاصيل اكيد ان شاء الله يا ربي الله يحمي الله يعمرها ان شاء الله ويحمي كافه مناطقنا ومحافظاتنا العراقيه ان شاء الله ان شاء الله علاوي ما ادري ليش علي دائما القاه هناك ليش انت مو يمني قدامكم تعال تعال يمني شرف علاوي من النص اي من النص تعال يمني بس انا حبيت فكره ان الجيتار يكون ويانا باللقاء اي لا شيء حلو نكهه حلوه مكمل يعني انت ما تعزف انا لا شلون تلحن منتظر علاوي يعلمك ينقهر عليه يعلمنا على دزوا علي اذا تعلمت انا حكيت قدام الكاميرا ما كان رقم كويس ليش تقول له تعال ما يجي خليك تسحب صوت على اغاني اكمل اغاني على وجهي أغاني صارت هواي ما شاء الله بس والله الجيتار فد شيء حلو راقي و... كلش حلو شو تسمعونه؟ سمعك اعترف اي لان انا طلبتها منك هناك سمعك يا يلا بس انت خو ما تعبت اليوم لا لا بالعكس أكيد؟ والله تعب بس تعب يونس يعني واهم شيء سعاد الناس مشاهدين اعترف بس يمك خجل خاف احبك وما تقبل محتفظ انا بجوابي وانتظرتك حتى تسل يا خبادر قل لحبك يكفي لا طولها يكفي زين تدري انت عمري واني نصفك
وانت نصبي بيك احلم وانا صاحي شوفتك يكمل صباحي بحضن يا روح استراحي وخلي بالك انا حبك ما ردت بالدنيا غيرك بوسنو شوفني خيرك يلا عاد انت وضميرك حب نمو عذبني حبك عتيرك عش انت من النوع اللي تعترف باشيائك اني يعني مثلا اذا ارتكبت خطا او سويت شيء مو صحيح او تجي تعترف به لو تكابر لا لا مو بالحب بس الحب لا لا نحكي بكل شيء تعترف صراحتي انا البعض يكرهني بسبب صراحتي احنا نريد نسمع اخر اغنيه اللي هو طلبها او انت عندك اغنيه ثانيه لو اصلا ولا واحده مشتاق لك انت كيفك لو مشتاق لك جديده اختار لا جديده خاف الحرجه مشتاق لك كيفك او تريد اغنيه لاحد ثاني انا كنت اسالك ايش عجب ما شفتك يعني دويتو يا ابني لحد الان ان شاء الله منو قريبا اوكي يعني قريبا بس ما نقدر انه عربيه لو عراقيه عربيه عراقيه لو عربيه اكو عراقيه واكو عربيه مشاهدينا الكرام احنا طبعا اليوم حاولنا شويه نغير لكم الجو نغير لكم المود ونشوفكم بغداد ايش قد حلوه ونشوفكم ايش قد عندنا فنانين مبدعين كل حلو حلوه بكل احوالها اكيد وردنا نشوفكم خواتنا وبناتنا في دار الايتام اللي ما شاء الله مبدعين ورائعين شكرا لكل الناس القائمين على رعايتهم واهتمام بتربيتهم استاذ حمزه شكرا جزيلا لك حبيبي انت شكرا لك وشكرا لقناه الشرقيه اللي اليوم تعبتنا بس تعب كان كلش حلو فرحة خواتنا اللي بدار الزهور واليوم رحنا أماكن صار لنا هواي ما شايفيها يعني محرومين من يمها شكرا على هذه الجولة الحلوة وشكرا لك حتى الجو حلو اليوم سبحان الله اليوم حار الدنيا استوى حلو وجهي خير يعني اي وجهك وشكرا لكل المشاهدين اللي شاهدونا وشكرا للشرقية تسلم يا حبيبي والشرقية متشكر منك حبيبي أنا والشباب نتشكر من عندكم جميعا ونتشكر من مشاهدينا الكرام ونسينا نشكر الكادر اللي خلف الكواليس تعبناكم اليوم تسلم الله يحفظكم يا رب على فكرة احنا عندنا كادر كل كبير يعني إذا نذكرهم لازم الله يحفظكم مشاهدينا الكرام شكرا لكم على طيبة المتابعة وهاي احنا متواصلين برحلتنا سواء بزياراتنا الإنسانية أو باللقاءات من خلال بغدادنا ومحافظاتنا الحبيبة أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله أيامكم كلها أعياد وسعادة وأفراح الله وياكم بعيد أنت وأحسك أقرب من عيون لي واحشني حبيب وحبك مسيطر علي وين ألقاك قطعت الهوى منك قطعت بي وانت تدريني شوقي ماليني ما حلى من البشر غيرك بعيني